انتقل إلى النجف، حيث اقتحم ثور هائج السوق الكبير وأثار الهلع والذعر بين المواطنين. ولم يقف الأمر عند اقتحام السوق، بل أيضا دخل إلى أحد المطاعم مثيرا حالة من الفوضى بين الزبائن. طبعا لم يعرف ما الذي أتى بالثور إلى السوق، وإن كان البعض ذكر أنه هرب من سكين الذبح.